السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الإمام الخرقي رحمه الله تعالى: باب سجدتي السهو. من سلم وقد بقي عليه شيء من صلاته أتى بما بقي عليه من صلاته وسلم، ثم يسجد سجدتي السهو. في نسخة الوالد الشيخ: ثم يكبر ويسجد. وذكرها بعد في السجود الثاني، تكبير السجود، سواء كان قبل السلام أو بعده يأتي الكلام فيه إن شاء الله. نعم. ثم يسجد سجدتي السهو ثم تشهد وسلم، كما روى أبو هريرة وعمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. ومن كان إماما فشك فلم يدر كم صلى، تحرى فبنى على أكثر وهمه، ثم سجد بعد السلام في نسخة أيضا. ثم يسجد أيضا، ثم سجد أيضا بعد السلام. لا، عندنا ثم يسجد. ما فيش. كما روى عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما عدا هذا من السجود فسجوده قبل السلام. فما هذا؟ وما عدا هذا من السهو فسجوده قبل السلام، مثل المنفرد إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى، بنى على اليقين، أو قام في موضع جلوس، أو جلس في موضع قيام، أو جهر في موضع تخافت، أو خافت في موضع جهر، أو صلى خمسا، أو ما عدا ذلك من السهو، فكل ذلك يسجد له قبل السلام. فإن نسي أن عليه سجود سهو وسلم، كبر وسجد سجدتي السهو وتشهد وسلم ما كان في المسجد، وإن تكلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام، وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر وهو في التشهد، سجد سجدة تصح له ركعة ويختار. لو يأتي بثلاث، هذه كلمة اختار يظهر أنها زائدة حتى نسخة لازم. ويأتي بثلاث ركعات ويسجد للسهو في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله. وعن أبي عبد الله رواية أخرى. لا، هنا في إحدى الروايتين والرواية الأخرى. ويسجد للسهو في إحدى الروايتين وعن أبي عبد الله رواية أخرى. هنا جعلها عن أبي عبد الله رحمه الله والرواية الأخرى. وكذا في نعم، مستقيم يستقيم كذا. إيه. نعم. ويسجد للسهو في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله، والرواية الأخرى قال: يبتدئ الصلاة من أولها، لأن هذا كان يلعب. في نسخة الوالد رحمة الله عليه: كأن هذا يلعب، يبتدئ الصلاة من أولها. تقديم وتأخير. إيه. ومن تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته. قبل ذلك وليس على المأموم سجود السهو. نعم أحسنت. وليس على المأموم سجود إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. ومن تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته إلا الإمام خاصة، فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته، والله أعلم. ومن ذكر وهو في التشهد أنه قد ترك سجدة من ركعة فليأتي بركعة بسجدتيها ويسجد للسهو. نسخة الوالد: بعض النسخ للسهو قبل السلام.
هذا في بعض النسخ دون بعض، ولم يشرحه ابن قدامة الكلام الأخير ما شرحه لأنه لم يقع في نسخته. قوله والله أعلم قبل لعلها ختم للباب كطريقته كالعادة. نعم كلام زائد، والكلام اللي بعدت إما زائد. نعم لذا لم يشرحه الموفق في المغني. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. صلى الله وسلم على عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجدتي السهو. وعامة المؤلفين من أصحاب المتون وغيرهم يقولون باب سجود السهو، وهنا سجدتي السهو. والفرق بين الترجمتين أن ترجمة ما عندنا في هذا الكتاب نص في أنه لا يزاد على سجدتين ولو تكرر السهو، إنما هم سجدتان فقط، وينصون على هذا: من سهى مرارا كفاه سجدتان، ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. ولذا يقول سجدتي السهو، ومن يقول سجود السهو يحتمل أنه يريد أنه يسجد لكل سهو، وهذا بعيد، لأنهم مع الترجمة مع الجمع مع سجود السهو ينصون على أنه يكفيه سجدتان لما تعدد من سهوه، وأن السجود يكفي ولو وقع السهو بعد السجود. لو وقع السهو بعد سجود السهو يكفي ولا ما يكفي؟ سجد سجدتي السهو ثم قام ليأتي بركعة، فسبح به فجلس، انتبه فسلم، يسجد ولا ما يسجد؟ مقتضى قولهم ومن سهى مرارا كفاه سجدتان أنه لا يسجد، مع أن السهو في الأصل جبران لما مضى. فهل يمكن أن يقال يسجد ثانية ليجبر ما لحق، أو أن قولهم من سهى مرارا كفاه سجدتان يشمل ما قبله وما بعده؟ نعم، هي بعد السلام، لكن قبل السلام سجد سجدتي السهو قبل السلام ثم قام ناسيا ليأتي بركعة، يعني مقتضى إطلاقهم من سهى مرارا كفاه سجدتان أنه يشمل هذه الصورة أيضا. ولا شك أن السجود لجبر الخلل والنقص أو الزيادة أو الغفلة الشك لجبر هذا الخلل في الصلاة، فكونه يأتي بعد هذا الخلل يقع موقعه من الجبران، لكن كونه يأتي قبل الخلل ولم ينوى به جبران ما يحصل بعده، القياس يقتضي أن يسجد ثانية، لكن العبادات يقول أهل العلم لا يدخلها القياس. نعم، هم يطلقون هذا، لكن تجدهم في ثنايا كلامهم على كثير من المسائل ينظرون المسائل بنظائرها. يعني لو ترك واجبا في الركعة التي نساها وقام بعد أن سجد للسهو هل يكفيه السجد الأولى؟ يعني صلى ركعة ثلاثا وسلم ناسيا أنه سلم من ثلاث، ثم أتى بالرابعة وكان قد سهى في الثلاث إحدى الثلاث الأولى وسجد هو للسهو وسلم، لما سلم أخبر بأنه لم يصلي إلا ثلاث، قام ليصلي الرابعة فسهى فيها، هذا يكفي سجدته؟ وسجد قبل؟ نعم سجد قبل فجبر النقص الثلاثة السابقة، لكن قام للرابعة. لا هذا السجود السهو وقع بعد الرابعة. لا إذا سجد بعد الرابعة هل يعني تصح صلاته؟ لكن معناها أن السجد مرتين للسهو. لا، مرة واحدة. أنت تقول أنه صلى ثلاثا فسجد للسهو بعد الثالثة. بعد الثالثة. ثم قام للرابعة نبه. إيه. وسهى في الرابعة ترك واجبا فيها. لا، صورتنا أوضح. الصورة التي ذكرناها أنه صلى صلاة وجب عليه سجود السهو فيها فسجد قبل السلام ثم قام ظنا أنه من سجود الركعة فقام ليأتي بركعة،
ها؟ نعم السجود الأول لاغي ما القيمة لأنه ليس بموضعه. السجود الأول لاغي ليس بمكانه ليس بمحله. ومثل هذا لو أن المأموم مسبوق فسهى إمامه وهو معه ثم سجد لهذا السهو الذي مع الإمام متابعة للإمام ثم قام ليقضي فسهى في قضائه، هل يسجد ثانية أو لا يسجد؟ كل هذه الصور واردة على قولهم ومن سهى مرارا كفاه سجدة ثانية. مطلق كلامهم أنه لا يسجد ثانية، خلاص السهو السجود السابق للسابق واللاحق. نعم عليش شويه يعني عموم الكفارات لا ما يدخلون القياس في مثل هذا. نعم في صورة اللي ذكرها الشيخ في غير موضع سجد بعد الثالثة والصلاة رباعية، هذا وجود مثل عدمه، هذا لو انفرد به لزم منه السجود. الآن تبي الجواب ولا تبي الحكم ولا تبي الصورة توضيح الصورة؟ توضيح الصورة شخص صلى ولزمه سجود السهو، ترك التشهد الأول مثلا لزمه سجود السهو قبل السلام، سجد السجدتين ثم قام ليأتي بركعة، ما يحصل هذا؟ كأنه قام من السجود الأصلي للركعة، فهل نقول إذا جلس يلزمه سجود لجبران هذا السهو الذي وقع بعد السجود؟ أقول مقتضى قولهم أنه لا يسجد. أنا ما أدري كيف يقولون في مثل هذه الحال المصغر لا يصغر، إيش معنى كلامهم في هذا الموضع؟ إيه لكن إيش رابط إيش علاقته بسجود السهو؟ لا ما يجي كيف أحيانا نسمع مثل هذا الكلام. نعم يعني ما هو مثل سجود الصلاة الذي هو ركن من ركانها، ما يجي ما نمصغر حنا، هذا ما نمصغر لما كان جبرا بدل الأصل. يعني نظر إليه من هذا الناحية أنه مصغر. لا لا هو الرابط والله أعلم أنه سهو فكيف يقع فيه سهو، سهو فكيف يقع فيه سهو، مثل لو سجد واحدة ثم سلم سهى في سجود السهو، قالوا يأتي بسجدة واحدة ولا يسجد للسهو لأن المصغر لا يصغر والسهو لا يساويه. إيه نعم السهو الواقع في السهو لا يعتد. باب سجدة السهو، السهو والغفلة والنسيان معانيها متقاربة، وإن كان هناك فروق يذكرها أبو هلال في كتابه الفروق اللغوية لكن هي متقاربة من حيث المعنى. قال رحمه الله ومن سلم وقد بقي عليه شيء من صلاته أتى بما بقي عليه من صلاته ثم سلم، صلى الصبح ركعة ثم تشهد ثم سلم، صلى الظهر ركعتين أو العصر أو العشاء ثم جلس للتشهد الأول ثم سلم كما جاء في قصة ذي اليدين، صلى المغرب صلى ركعة أو ركعتين جلس ثم تشهد فقيل له الصلاة ناقصة. مثل هذا يأتي بما بقي عليه من صلاته ثم يسلم، يأتي بما بقي ركعة أو ركعتين ثم بعد ذلك يسلم من صلاته كما حصل في قصة اليدين، ثم يسجد بعد السلام سجدتي السهو. قال رحمه الله ثم يسجد سجدتي السهو ثم يتشهد ويسلم، يعني بعد سجود السهو تشهد. جاء هذا التشهد في قصة ذي اليدين من حديث عمران بن حسين في سنن أبي داود، والمحفوظ من حديث أبي هريرة وغيره حتى في أكثر الروايات عن عمران ليس فيها تشهد، وحكم جمع من الحفاظ على أنها غلط غير محفوظة، ولذا القول بالتشهد مرجوح. وعلى هذا إذا سلم عن نقص يأتي بما بقي من صلاته ثم يسلم ثم يسجد سجدة السهو ويسلم. السلام السجود إذا كان في داخل الصلاة قبل السلام، التكبير معه خفضا ورفعا يدخل في عموم كان عليه الصلاة والسلام يكبر
مع كل خفض ورفع. وأما إذا كان بعد السلام فمنهم من يقول لا يكبر لأنه خارج الصلاة ولا يلزمه إلا السجود، لكن حقيقة هو من جنس الصلاة، من جنس سجود الصلاة، وهو مما تتطلبه الصلاة، فيكبر مع هويه إلى السجود ومع رفعه منه ويسلم، ثم يتشهد ويسلم كما روى أبو هريرة وعمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. مقتضى كلامه أن التشهد جاء في حديث أبي هريرة، مقتضى كلامه وعطف عمران بن حسين على أبي هريرة أنهما رويا التشهد بعد سجود السهو، والحقيقة أن التشهد إنما جاء في حديث عمران فقط. وقد حكم جمع من الحفاظ أنه غلط غير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما من قصة ذي اليدين، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر، ويقول الراوي أكثر ظني أنها العصر، المقصود أنها رباعية، سلم من ركعتين ثم انصرف عليه الصلاة والسلام إلى خشبة شبك بين أصابعه كالمغضب، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه، فقام رجل في يديه طول يقال له الخرباق، هذا اسمه وذو اليدين لقبه، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أو قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. طيب كونها لم تقصر يجزم به النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ليس عنده في ذلك وحي، يعني ما غيرت صورتها، كونه يجزم بأنه لم ينسى بناء على غالب ظنه عليه الصلاة والسلام فنفى، وما في غالب ظنه معارض بقول واحد، لكن لو قام أكثر من واحد ما جزم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لم ينسى، ولذا رجع إلى قولهم لما قال لهم أكما يقول ذو اليدين، قالوا نعم، فقام استقبل القبلة جالسا ثم نهض إلى الركعة الثالثة فأتم الصلاة بركعتين، ثم تشهد ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. هذه الصورة الأولى من صور سجود السهو بعد السلام. الصورة الثانية ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ومن كان إماما فشك فلم يدري كم صلى، مفهومه أنه لو كان مأموما فإنه حينئذ لا يتحرى بل يبني على اليقين، أما إذا كان إماما فشك فلم يدري كم صلى تحرى فبنى على أكثر وهمه. الفرق بين الإمام والمأموم أو المأموم المنفرد، فرق بينهما أن الإمام خلفه من ينبهه إذا سهى، والمأموم ليس وراءه من ينبهه، فلا يترجح عنده شيء، فلا يترجح غالب الظن عنده. المأموم يتصور منه أنه يحصل منه هذا إذا سبق، شك هل سبق بواحدة أو اثنتين، هل أدرك مع الإمام ركعة أو ركعتين، وحينئذ يكون حكمه حكم المنفرد فيما سبق به، أما فيما أدركه مع الإمام حكمه حكم المأموم. التنصيص على الإمام يخرج المأموم والمنفرد لأنه لا يوجد من ينبههما إذا غلط، لكن إذا وجد ما يرجح غلبة الظن إما بالزيادة أو بالنقص، يعني تردد هل صلى ركعتين أو ثلاث وقد دخل مع آخر وكبر خلف الإمام سواء وهما مسبوقان، شك أحدهما هل أدرك ركعتين أو ثلاث والثاني جازم لما سلم الإمام جاء بركعة فجلس، هل هذا يرجح غالب الظن عند الثاني فيكون حكمه حكم الإمام في مثل هذه الصورة، أو نقول أن المأموم دائما يعمل باليقين الذي هو الأقل، يبني على اليقين لأنه هو المتيقن.
يعني مقتضى كلام المؤلف أن المنفرد والمأموم خارج عن هذا التحري، والعلة أنه لا يوجد من يرجح أحد الجانبين عنده بخلاف الإمام، لأن خلفه من يرجح، إذا سكتوا علامة على أنه على الصواب على الجادة، وإذا سبحوا به ونبهوه ترجح عنده الجانب الآخر. لكن إذا وجد ما يرجح بالنسبة للمأموم والمنفرد، فهل يكون حكمه حكم الإمام فيعمل بغالب الظن، أو يبقى حكم المأموم والمنفرد البناء على المتيقن وهو الأقل مثل الإمام لأنه وجد ما يرجح؟ يقول هنا: ومن كان إماما فلم يدر كم صلى تحرى فبنى على أكثر وهمه. أكثر وهمه يعني أكثر مع الوهم، فيه تنافر، لأن الوهم الاحتمال المرجوح، فكيف يكون هو الأكثر؟ يعني قالوا غالب ظنه هذا الكلام صحيح، لكن أكثر وهمه هذا فيه إشكال، يعني تنافر لفظي، لأن الوهم هو الاحتمال المرجوح، فكيف يقال أكثر وهو الأقل من الاحتمالات؟ نعم، الوهم يأتي بمعنى الظن، أظن. نعم، الشك يأتي، لكن الوهم ما أتصور. ها؟ لا، هو ما يقصد الكلام محاسبته على عبارته. قالوا الوهم الاحتمال المرجوح، والظن الاحتمال الراجح، والشك هو الاحتمال المساوي، لكن قد يستعمل الشك في غالب الظن، وقد يستعمل الظن في محل الشك، وقد يستعمل الظن أيضا في محل الوهم. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، إن بعض الظن إثم، وبعضه الآخر، البعض الثاني ليس بإثم، فدل على أن الظن له مراتب، يبدأ من أكذب الحديث إلى أن يصل إلى اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا يقين، ولذلك درجاته متفاوتة، والذي يتكلم بالظن ولا يعرف هذه الدرجات ويخطئ من يتكلم فيه ببعض الاصطلاحات في مواضعها هذا مخطئ، لأنه يوجد من يشنع على بعض الاصطلاحات وهو لا يفقهها. على كل حال، من كان إماما فشك فلم يدر كم صلى، هنا يتحرى ويعمل الاحتمال الراجح عنده، فإن لم يسبح به فصلاته جارية وماضية، وحينئذ يسجد للسهو بعد السلام إذا تحرى. وعلى كلام المؤلف والذي وردت به السنة أن السجود للسهو بعد السلام في صورتين، وبعضهم يذكرها ثلاث صور، لكن الثالثة داخلة في الثانية، يعني نسلم عن ركعتين هذه صورة، نسلم عن ثلاث بقت رابعة، قالوا هذه صورة لكنها تدخل في من سلم عن ركعتين، لأنه من سلم عن ركعتين جاء بركعتين، وإن سلم عن ثلاث جاء بركعة، والحكم واحد، فهما صورتان. وما عدا ذلك فالسجود للسهو كله ما عدا هاتين الصورتين بعد السلام، وهذا هو المرجح في المذهب عند أحمد. ومن أهل العلم من يرى أن السجود كله قبل السلام، ومنهم من يرى أنه كله بعد السلام، منهم من يرى أنه قبل السلام، ومنهم من يراه بعده، ويرون الأمر في ذلك واسع، فمن سجد قبل السلام سجوده صحيح، ومن سجد بعده سجوده صحيح، لكن الكلام في الأفضل. ومنهم من يفرق بأن إن كان السهو من أجل زيادة في الصلاة فبعد السلام، وإن كان لنقص في الصلاة كان قبل السلام، وهذا كأنه قول المالكي ويميل إليه شيخ الإسلام رحمه الله. على كل حال، الصورتان المذكورتان في الكتاب منصوصتان، وجاء ما يدل عليهما من الأحاديث الصحيحة، ويبقى ما عداهما أن الأصل في السجود
أن الصلاة كلها وما يلحق بها قبل السلام، لأن السلام تحليلها، لأن السلام تحليلها. نعم فيها أي إذا سلم عن نقص، المأموم سلم عن نقص، جاء وقد فاتته ركعة ثم سلم مع الإمام، يكون سلم عن نقص، سلم عن نقص ثم نبه إلى أنه فاته ركعة، يأتي بهذه الركعة ثم يسلم بعد السلام، ثم يسجد بعد السلام عامة. نعم تحرى فبنى على أكثر وهمه ثم سجد أيضا بعد السلام كما روى عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، يعني بعد السلام ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. وأما ما عدا هذا، يعني ما عدا هاتين الصورتين من السهو، من السهو فسجوده قبل السلام مثل المنفرد، يقول مثل المنفرد إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى، إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى بنى على اليقين. وهذا تفريع من مفهوم قوله ومن كان إماما، وقلنا إن هذا الكلام مفهومه أن المأموم أو المنفرد لا يأخذ حكم الإمام، لأن الإمام له من ينبهه من المأمومين، وأما بالنسبة للمأموم والمنفرد فليس له من ينبهه. وأما عدا هذا السهو من السجود من السهو، وما عدا هذا من السهو فسجوده قبل السلام مثل المنفرد إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى بنى على اليقين، يبني على الأقل لأنه المتيقن. لكن هل هذا مضطرد؟ إذا كان هناك شخص في كل صلاة سهو، ومن مزيد الحرص المقرون بالجهل، كل ما صلى ظن أنه لم يأتي بالركعة التي شك فيها، هذا يقال له إنه موسوس، وحينئذ يلهو عن هذا الشك ولا يبني على المتيقن في هذه الحالة، لأنه لا يزال يصلي، لو استرسل مع هذا الوسواس فإنه لن يزال يصلي. ومر بنا من القضايا التي تحصل لبعض الموسوسين شيء مقلق من هذا النوع، تجده دائما في صلاة، إذا صلى ركعة نسي وشك فيها، شك فيها هل أتى بها أو شك في صحتها وإجزائها، فلا يزال يصلي. في مثل هذا يقال له: لا تلتفت إلى هذا السهو، امضي في صلاتك ولا تلتفت إلى هذا السهو. نبهنا في الوضوء أنه إذا شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاثا، الحنابلة يطردون المسألة فيقولون يبني على الأقل لأنه المتيقن، حتى في الوضوء يبني على الأقل لأنه المتيقن، هذا مضطرد عندهم. لكن الفرق بين المسألتين، الفرق بين المسألتين أنه إذا شك في صلاته هل صلى ركعتين أو ثلاثا فبنى على الأكثر بطلت صلاته، وإذا بنى على الأقل صحت صلاته ولو كانت زائدة، ولو كانت الركعة زائدة إذا بنى على الأقل. لكن في الوضوء إذا بنى على الأقل فهو في دائرة السنة، لم يخرج عن السنة، لكن لو بنى على الأقل وزاد غسلة على حد زعمه أنها ثالثة وفي الحقيقة رابعة، خرج من السنة إلى حيز البدعة. ولذا نقول في مثل هذه الصورة يبني على الأقل بخلاف الصلاة، يبني على الأكثر. نعم، أما بالنسبة للصلاة فيبني على اليقين الذي هو الأقل. وقلنا إنه بالنسبة للمأموم والمنفرد إذا وجد من يغلب أحد الجانبين فلا مانع من إلحاقه في حكم الإمام، في حكم الإمام، لأن المقصود المرجح وقد وجد كالإمام، يعني إذا دخل مع اثنين وصف بينهما وهو مسبوق، مسبوق بما سبق به، فجاءوا بركعة بعد الإمام ثم أراد أن يقوم إلى ثانية فجلس
فرق بين أن يكون متيقنا جازما بما فاته وبين أن يكون شاكا مترددا. إن كان متيقنا فلا يلتفت إلى أحد، كان متيقنا لا يلتفت إلى أحد، وإن كان شاكا مترددا فإنه يرجح أحد الجانبين بفعل صاحبيه. نعم، يعني في الصورة التي يبني على اليقين عند المؤلف ولو كان عنده غلب الظن، لأن الظن منزل منزلة الشك، عنده يدخل فيه الشك، لأنه حتى الشراح قالوا من شك يدخل فيه الاحتمال الراجح. نعم نعم، عليه أن يسجد، عليه أن يسجد بعد السلام، لأنه عمل بغالب ظنه فتلحق بالصورة الثانية. الآن هو ما يرون المنفرد يعمل بغلبة الظن، عليه أن يبني على اليقين الذي هو الأقل، لكن إذا وجد ما يرجح، إذا وجد ما يرجح، هناك ما يرجح مثل الصورة التي ذكرناها، واحد عن يمينه واحد عن شماله، لكن إذا اعتاد أنه يأتي بالركعة في دقيقة مثلا ثم جاء بركعتين على عادته بدقيقتين ثم شك، هل نقول إن هذا مرجح؟ نعم، هل هذا مرجح ولا غير مرجح؟ كيف؟ لأنه قدامه الساعة ومتعود يأتي بركعتين خفيفتين بدقيقتين، فلما أتم الثانية قام إلى ثالثة ظن أنها واحدة، لما نظر إلى الساعة قال دقيقتين، ما عمري صليت ركعة بدقيقتين، ها؟ عادة مضطردة. هو معتاد يقرأ المعوذتين وخلاص، يقرأ المعوذتين ولا يزيد عليهم، كل ركعة بدقيقة، يعني أقل ركعة مجزئة تؤدى بدقيقة ولا يتصور أقل من ذلك، واعتاد أنه يصلي ركعتين ويمشي وبنى عليه. نعم، رجح عنده، لكن ألا يعوقه عائق من أدائه الصلاة المعتادة أثناء صلاته من غفلة وأشياء، يعني طرأ له أمور مضطردة؟ نعم، هي مضطردة، يعني يغلب على ظنه أنه جاء بالركعتين، لكن على كلام المؤلف أنه يبني على الأقل مطلقا فلم يدري. كلاهما وارد، فيه التحري وفيه البناء على اليقين، فالتحري لمن عنده غلب الظن، والبناء على اليقين لمن عنده شك. نقول طرد كلام المؤلف، طرد كلام المؤلف إذا حصل عنده أدنى تردد يبني على اليقين الذي هو الأقل. وإذا قلنا أن المأموم ما في فرق بين مأموم بين إمام ومنفرد، إذا وجد عنده مرجح يتحرى مثل الإمام. على كل حال، غلبة الظن الداخلية عندهم ملحقة بالشك، وذلك الشك لا يزيل اليقين، القاعدة هذه، الشك لا يزيل اليقين، يدخلون فيها غلبة الظن، فغلبة الظن لا تزيل اليقين. والتحري، الحديث الثاني في التحري صحيح بقى. نقول المؤلف فرق بينهما، فهل لتفريقه وجه أو نقول أن الحكم واحد كل يتحرى؟ والسبب في تفريقه أن الإمام عنده من ينبهه، هذا الأصل، والمأموم والمنفرد ما عندهم من ينبههم. نعم، أعد نعم، اللي هو التحري، هذا لفظ عام ما في إشكال، لكن عندهم قصره على الإمام لأنه يوجد عنده من ينبهه، ولا يمكن أن يترك إلا في حال غفلة عامة عارمة، يعني مثل من صلى الظهر وجهر والمأموم كلهم قالوا آمين، صفوف، يعني ليس بواحدة واثنين أو عشرة، صفوف، يعني مثل الأيام اللي مضت أيام الأسهم، أصيب الناس بغفلة مثل هذا النوع وأكثر، وجد من يرفع أصبعه وهو ساجد ويقول آمين بعد. إذا وجد مثل هذه الغفلة ما أدري وش بيسوي الواحد بصلاته، هذا لا صلاة، هذا لا صلاة. لأن عندنا أكثر، عندنا نصوص، عندنا البناء على ما استيقن، وعندنا نص التحري.
فهل نقول مستيقن بناء على الشك مستوى الطرفين، ومستيقن التحري بالنسبة لغالبة الظن كالإمام؟ وهنا ينتهي الإشكال. نعم إلا لكن ينظر إلى أصلها، لها أصل في اللغة أو محدثة؟ أنا أقول ها إيه، شوف السياق إيش يقول، فليبني على ما استيقن، فليبني على طلب اليقين ما تجي، ما تجي. نعم أحسن الله إليك، إذا تعارضت المرجحات يطرح، إذا وجد أكثر من يعني تعارضت هذه المرجحات وصارت في القوة بمنزلة واحدة تساقط، كالبينات كالشخص الذي دخل ومعه اثنان، أحدهما عن يمينه والآخر عن يمينه، واحد قام واحد جلس، يبني على الأقل هذا شك، لا يرثون شك، هؤلاء يرثون الشك. نعم لا يختلف، فرق بين أن يسبح به واحد أو يسبح به أكثر، إذا كان عنده غلب الظن سبح به واحد لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه لأنه معارض بظنه بظن غيره، لكن إذا سبح به اثنان وهما ثقتان لزمه قبول قولهما. ولو كان معه مرجح؟ لا، وإذا كان متيقن. لا عفوا يا شيخ، يقرأ مثلا جزء، ونقول أنه يقرأ في التراويح صفحة، لما في الوجه الذي يعرف أنه نهاية، إذا جلس سبحوا به ويعرف أن هذا نهاية السورة بالمقاطع التي حددها هو، يعني على طريقة المعتادة المضطردة، وما زاد في ترتيل ولا زاد في مدود ولا. العلماء يعتبرون مثل هذه التحديدات ويعملون بها، العوائد المضطردة يعملون بها حتى في دخول الأوقات، أوقات الصلاة، النجار عادة يعمل بين طلوع الشمس أو بداية عمله المعتاد من الساعة السابعة أو الثامنة إلى الزوال، يعمل له عمل معين، نجار يعمل ماصم مثل هذه، تنتهي بزوال الشمس، يجعلون هذه عادة مضطردة، اضطردت عنده، يقولون الآن حان الزوال بفراغه من هذه. إذا كانت قراءته محددة، يقرأ الجزء في ربع ساعة مثلا، والمدة تحتاج إلى 4 ساعات بين الصلاتين أو ساعتين أو 3، يقسم هذه المدة على 4 ويخرج الناتج. فإذا قرأ بين الظهر والعصر وبينهما 3 ساعات مثلا، قرأ 12 جزء، كن دخل وقت العصر، ذكره الفقهاء في كتبه في أوقات الصلاة. فالعوائد المضطردة، وهذا أمر مجرب، يعني من كانت عادته القراءة، قراءة الجزء بربع ساعة، أمره غريب ينتهي بنهايته، يعني كالمعتاد على ما عود نفسه عليه من إسراع أو ترسل، على ما عود نفسه عليه، فكل إنسان على ما عود نفسه. وكثير من الناس الآن بالقراءة الحذر يقرأ 5 في ساعة، يقرأ 5 في ساعة، يقدمها على المرجحات الأخرى، يتقدم لنا مضطردة، عادة مضطردة. شو نعم مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في قصة اليدين، فيها نص ما تحتاج إلى اجتهاد، نوى الخروج بناء على أن الصلاة قد كملت، ما تنخرم، بنى على اليقين، يقول أو قام في موضع جلوس أو جلس في موضع قيام، أو قام في موضع جلوس، جلس التشهد الأول فقام، أو موضع أو جلس في موضع قيام بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى أو الثالثة جلس، والأصل أنه يقوم. هذه المسألة، يعني نفترض مسألة جلسة الاستراحة، هذا شخص لا يقول بها مثلا، إنما هو يقوم مباشرة من الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة، ولا يرى جلسة الاستراحة فجلس. إن جلس بقدر جلسة الاستراحة يسجد ولا ما يسجد؟ ها؟ ولا يرى مشروعيته، لكن عمدها لا يبطل الصلاة، عمدها لا يبطل الصلاة، فسهوها من باب أولى لا يسجد له.
قال أو جلس في موضع قيام أو جهر في موضع تخافت، يعني جهر في صلاة الظهر أو جهر في صلاة العصر بالقراءة، أو خافت في موضع جهر. خافت في موضع جهر يعني أسر في صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الفجر، والعلماء يقولون وإن أسر في جهرية أو جهر في سرية كره، وارتكابه للمكروه يسجد له ولا ما يسجد له؟ لو شخص فرقع أصابعه وشبك بين أصابعه يسجد السهو؟ لا يسجد. وهنا يقول أو جهر في موضع تخافت أو خافت في موضع جهر أو صلى خمسا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمعهم الآية أحيانا، ما يدل على أن الجهر غير مؤثر، ما يدل على أن الجهر غير مؤثر، وكذلك الإسرار. والعلماء يطلقون الكراهة، يطلقون الكراهة، والكراهة في من لم يعتد ذلك. لكن لو قدر أنه في كل صلاة ظهر يجهر وفي كل صلاة الصبح يسر، قلنا هذا مبتدع مرتكب لمحرم، ما يكفي الكراهة. هذا بالنسبة للمعتاد، ولا هم يطلقون الكراهة. وفرق بين أن نقول العمل مسنون أو تركه مكروه، فرق بين أن يقال هذا العمل مسنون أو نقول تركه مكروه. وش وجه الفرق؟ الآن غسل اليدين قبل الوضوء سنة للمستيقظ، هذا سنة، لكن تركه مكروه؟ ليس بمكروه. الإتيان بركعتين بعد تحية المسجد سنة، لكن تركه ما مكروه ولا ما مكروه؟ لا، ليس بمكروه. غسل اليدين بالنسبة للمستيقظ من النوم عند الجمهور الذين يقولون بأنه مندوب مستحب سنة وليس بواجب، تركه مكروه. لماذا؟ لأنه ورد فيه الأمر فليغسل وفيه النهي فلا يغمس، بخلاف غسل اليدين قبل الوضوء فيه الفعل، فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما وصف عثمان رضي الله عنه وغيره أنه كان يغسل يديه، لكن لا يطلق على تركه الكراهة. ها؟ بالنسبة لحد السنة والمكروه متقابلان، بالنسبة للحد متقابلان، لكن هل ينشأ من ترك السنة الكراهة أو لا؟ هذا محل نظر. إن اقترن بالأمر، إن جاء بالأمر نهي، فهذا لا إشكال فيه، وإن تجرد الأمر المحمول على الندب أو مجرد الفعل فإنه لا يقتضي الكراهة. أو خافت في موضع جهر أو صلى خمسا، صلى خمس يعني صلى الظهر ثلاث، عليه أن يأتي بركعة. إذا صلى الظهر خمس نعم يسجد للسهو وصلاته صحيحة. لماذا؟ لأن النسيان كما يقرر أهل العلم ينزل الموجود منزلة المعدوم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا بالنسبة للموجود. لكن المعدوم، النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود عند أهل العلم، لكن الإثم مرتفع في الحالين، المؤاخذة مرتفعة. أو صلى خمسا أو ما عداه من السهو، يعني أي سهو تتصوره غير الصور التي ذكرت، فكل ذلك يسجد له قبل السلام، فكل ذلك يسجد له قبل السلام. فإن نسي أن عليه سجود سهو، فإن نسي أن عليه سجود سهو وسلم، أن الأصل أنه يسجد قبل السلام، لكن نسي أن عليه سجود سهو ثم سلم، هل نقول يلزمك أن تسجد قبل السلام؟ فات موضعه. أو نقول سنة فات محلها؟ نقول لا، فيه بديل، وهو أن يسجد بعد السلام. فإن نسي أن عليه سجود سهو وسلم، كبر وسجد سجدتي السهو وتشهد وسلم كما تقدم في الصورة الأولى، وقلنا أن التشهد المذكور في حديث عمران خطأ ليس بمحفوظ، وأنه يسجد سجدتي السهو بعدما يسلم ثم يسلم. وسلم ما كان في المسجد، ما كان في المسجد يعني ما دام موجودا في المسجد، لكن إذا خرج، لأن المسألة فيها أقوال، إذا نسي سجود السهو وسلم
يقول كان بالمسجد يسجد للسهو بعد السلام ويسلم، ومقتضى كلامي أنه سواء كان الفصل طويلا أو قصيرا لم ينظر إلى الطول والقصر وإنما نظر إلى المكان. ونظير ذلك عندهم خيار المجلس، خيار المجلس ولو طال المقام ما دام في المكان يسجد، ما دام البائع والمشتري في المكان يثبت خيار المجلس. منهم من يقول المرد في ذلك إلى الطول والقصر عرفا، يعني مفهومه أن السرعان الذين خرجوا من المسجد لابد أن يستأنفوا الصلاة لأنهم خرجوا عن مكان الصلاة، مفهوم كلام المؤلف، ولو رجعوا من قريب من قرب، لأنه جعل المرد في ذلك إلى المكان المسجد، لأنه يقول ما كان في المسجد، يعني ما دام موجودا في المسجد مفهومه أنه لو خرج من المسجد أنه يستأنف الصلاة. وإن تكلم، وإن تكلم هذا على إطلاقه ولا لابد أن يكون مقيدا أولا بمصلحة الصلاة، والثاني أن يكون سلامه أو كلامه بعد إيش؟ بعد تيقنه أو بعد علمه بفراغ من الصلاة، أنه لا يتكلم في صلاة الآن، هو في قرارة نفسه أنه لا يتكلم في الصلاة. شو ماذا يقول؟ وإن تكلم، إذا تكلم بشيء ليس من مصلحة الصلاة بطلت صلاته، إذا تكلم وقد غلب على ظنه أنه انتهى من الصلاة فرغ من الصلاة هذا لا يؤثر. النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم بعد أن سلم، سلم لماذا؟ ظنا منه أن الصلاة قد انتهت، فهو حينئذ لا يتكلم في الصلاة إنما يتكلم خارج الصلاة. لكن إذا عرف بعد ذلك أن الصلاة سلم فيها عن نقص وقبل قول ثم تكلم تبطل صلاته، تبطل صلاته لأنه في صلاة حينئذ. وإن تكلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام في قصة ذي اليدين والكلام، فإذا كان الكلام لمصلحة الصلاة فإنه لا يؤثر، لا يؤثر ولو كان داخل الصلاة. إمام سهى فسبح به فقام، سبح به ثانية فجلس، سبح به ثالثة سجد، سبح رابعة، هل له أن يقول أن يسألهم ما الذي عليه من الصلاة؟ ماذا ترك؟ ما الذي بقي؟ وهذا لمصلحة الصلاة، وهو يعرف أنه في الصلاة أو ليس له ذلك. نعم، يأتي بذكر مشروع، يعني ينبهه بذكر مشروع لا يبطل الصلاة، لكن إذا أتى بهذا الذكر لا يقصد به الذكر وإنما يقصد به الكلام، هل نقول إن هذا كلام عادي مبطل للصلاة أو نقول إنه في حكم الإشارة المفهمة؟ هو من جنس الصلاة لكن ما قصد به جنس الصلاة، ما قصد به جنس الصلاة، هو عليه ركوع مثلا سجد الإمام سبحوا به فجلس، سبحوا به ثانية فقام، يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا، يقوله المأموم، لكن هل يقصد بهذا التلاوة فنقول ذكر مشروع من جنس الصلاة فلا يؤثر، أو نقول أن مقصوده هذه الإشارة للإمام المفهمة؟ الإشارة المفهمة مبطلة ولا غير مبطلة؟ دليلها في صلاة الكسوف، نعم في صلاة الكسوف لما جاءت أسماء والناس يصلون فاستفهمت من عائشة فأشارت عائشة إلى السماء، نعم أشار إليهما نجلسوا، نعم أي يبقى قبل الدخول في الصلاة، قبل الدخول في الصلاة أي. نعم المقصود أن الإشارة المفهمة غير لا تبطل الصلاة، قالت آية قالت آية فأصابها الغش إلى آخره. نعم
كيف هو يتكلم بكلام شرعي لكنه لا يقصد التلاوة، أقل أحواله أن يكون حكمه حكم الإشارة المفهمة، ولا يقصد بذلك التلاوة، أن نقول أنه ذكر مشروع. وإن تكلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام، كما تدل على ذلك قصة ذي اليدين صراحة. نعم. أيوه نسي أن عليه سجود السهو. إذا تعمد فرق بين أن يكون السجود من أجل ما يبطل عمده، وبين أن يكون السجود سببه ما لا يبطل عمده. السجود لما يبطل عمده واجب، والسجود لما لا يبطل عمده ليس بواجب. وبناء على هذا إذا قلنا أن السجود واجب إن تعمد تركه، فكما لو ترك واجب من واجبات الصلاة تبطل صلاته، وإذا كان لا يبطل عمده فإنه كما لو ترك مسنونا من مسنونات الصلاة. نعم. إيه شو يعني يستفهم صراحة باللفظ لمصلحة الصلاة. منهم من يطلق أنه إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة فلا يؤثر فيها، ومنهم من يقول ينبهه بما لا يبطل الصلاة، ينبه بما لا يبطل الصلاة. الآية لا يضر جهر بها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم الآية أحيانا، يسمعهم الآية. ها شو ما قصد يعني في التنبيه ولا الإمام في السرية أو غيره؟ ما يضر. لا أحيانا في الجهرية يسر ثم يحتاج إلى تنبيه أن يجهر، هذا كثير يعني يصف صلاة المغرب أو العشاء ثم يسر بأول الفاتحة، فهل يلزمه أن يجهر من أولها أو مما وقف عليه؟ يجهر مما وقف عليه، ما يضر، لأن الإسرار في هذا الموضع غير مؤثر على كلام المؤلف ما دام خرجوا من المسجد مروا. ولكن المرد في ذلك إلى الطول والقصر عرفا. يعني تفترض أن شخص جالس بالمسجد جلس ساعة بعد الصلاة، صلى وعليه سجود سهو ثم جلس ساعة ينتظر الصلاة الأخرى أو ساعتين، مقتضى كلام المؤلف أنه يسجد ما دام في المسجد، وهذا طويل عرفا. نعم. يعني إن كان قام استتم قيامه لا يرجع ويسجد في موضعه بعد السلام، بعد سلامه هو مع الإمام إذا لم يستتم. ها الآن الإمام سلم، والمأموم الواجب عليه أن يتابع الإمام، قام عن هذا الواجب واستتم قائما كما لو ترك التشهد الأول، وقام استتم قائما يكره الرجوع. أو هو الركن الذي يظهر أنه هو الركن. على كل حال السلام الأول هو الركن، وتمامها بعد السلام. افترض أنه ما سلم، سجد للسهو وقام، تبطل صلاة ما تبطل صلاة؟ ما تبطل صلاة؟ ها؟ لا أنا قلت بنظر إلى أصلها، يعني كانت موروثة لا بأس. نعم. كيف ما خرج؟ لا عمد إلى خشبة في المسجد واتكى عليها وشبك بين أصابعه وخاطب الجماعة منهم أبو بكر أكما يقول ذو اليدين، انتهت، يعني ما خرج. هذه قصة أخرى، اللي ظهرنا قصة أخرى بعد سجد. لا سهامران كفاه سجدتان يكفي، ولا بعد لو سجد سهى ثالثة ورابعة بعد نبتل. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.